السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي في مقطع جديد على قناة بريزما للمعلومات. منشئو المحتوى، ناسخو المحتوى، الكل يشتكي من المشكل الذي أصبح يقع في اليوتيوب، مشكل العلامة التي تظهر لكم الآن على الشاشة التي هي العلامة التي تعني أن الفيديو غير مقبول لدى كامل أو جميع المعلنين بهذا المفهوم. المشكلة الذي أضحى يواجه العديد من مستخدمي اليوتيوب، سواء مستثمري الفيديوهات أو كذلك منشئي المحتوى. الحل بين يديكم في حلقة اليوم على قناة بريزما المعلومات، فكل ما عليكم سوى بالنقر على زر لايك لتشجيعنا، وكذلك سبسكرايب إن كنت أول مرة تتابعنا، وترك تعليق محفز في الأسفل لأنه الدافع الأساسي لنا من أجل أن نقدم لك الأفضل والأحسن إن شاء الله. إذا تابع معي الآن الشرح بالفيديو، فرجة ممتعة ومفيدة للجميع بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا أحبتي في الله. إذا الآن سنبدأ بالشرح على الديسكتوب عن طريق كامتازيا ستوديو. نبدأ على بركة الله. كما ستلاحظون أحبتي في الله، فقد سجلت لكم فيديو طريقة الانتقال من 4 إلى 12 ميجا بايت، تجربة السرعة. وكما تلاحظون طلبوني أنه الفيديو غير ملائم لبعض المعلنين، وكما تلاحظون أو لمعظم المعلنين، كما تلاحظون العلامة يعني الأصفر كما تلاحظون أحبتي في الله. سنقوم بالضغط على تعديل الآن، حل المشكل. سنقوم بالنقر على تعديل، ثم إزالة بعض الكلمات التي ليس لها علاقة بالفيديو، ثم الضغط على حفظ، ثم إزالة كلمات أخرى، والضغط مرة أخرى على حفظ. مهم، يمكننا إضافة بدلها كلمات التي هي راقية للمحتوى. ثم بعد ذلك يعني نقوم بتغيير الصورة المصغرة إذا كان فيها محتوى أو صورة لا تمثل المحتوى، والتعديل على العنوان إذا كان العنوان لا يمثل لا الصورة المصغرة ولا المحتوى. هذه الأمور هي بديهية. إذن ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على طلب إجراء مراجعة، كما تلاحظون هنا نقوم بالنقر على طلب إجراء مراجعة، وبعد ذلك نقوم بالضغط على طلب إجراء مراجعة يدوية. وأؤكد أن الفيديو الذي أنشأته يعني خاص بك وحقق 1000 مشاهدة في 7 أيام الأخيرة. يجب الفيديو أن يحقق 1000 مشاهدة في 7 أيام الأخيرة. إذا حقق مثلا الفيديو 500 مشاهدة خلال أسبوع فلن يتم مراجعة طلبك. لذلك الشرط الوحيد أن يصل الفيديو إلى 1000 مشاهدة في 7 أيام. إذا بعد ذلك يعني كما تلاحظ تم طلب المراجعة، يمكننا حاليا مراجعة فقط مقاطع الفيديو التي حققت أقل 1000 مشاهدة في 7 أيام الأخيرة، وسنقوم بمراجعة طلبك. إذا كما تلاحظون فيديو يعني الفيديو هو هذا، يعني هو هذا الفيديو، يعني طريقة الانتقال من 4 إلى 12 ميجا بايت. لاحظوا الآن الحل بعد القيام بهذه العملية. لاحظوا طريقة الانتقال، يعني قالوا لي يعني أنه مبروك عليك، لقد تم فوتخ فيديو يعني أدابتي أتو ليزانونس، يعني ليزانونسور، يعني الفيديو الخاص بك فهو الآن يعني صالح لكل المعلنين بطبيعة الحال. وكما تلاحظون من قبل كذلك نفس الطريقة طبقتها على لعبة سبينر، وكذلك الفيديو تم يعني عمل أضبط له لصالح جميع المعلنين بطبيعة الحال. وأؤكد لكم هذا من خلال الضغط على مقاطع الفيديو ثم عمل ريفرش، ستلاحظون أنه الطريقة شغالة 100%. وسنذهب إلى الفيديو الخاص بطريقة الانتقال من 12 إلى ميجا بايت. لاحظوا الآن باللون الأخضر وهو مستثمر، وليس لدي أي مشكل في القناة من ناحية الاستثمار. إذن كان هذا كل ما في الأمر وموضوع حلقتنا لهذا اليوم. لا تنسى النقر على لايك إن كانت أول مرة لك تتابعنا، لا تنسى كذلك النقر على سبسكرايب وتفعيل خاصية الجرس، وكذلك لا تنسى ترك تعليق محفز في الأسفل وتجربتك، وإن يعني أعجبتك هذه الطريقة لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك. هذه الطريقة يبحث عنها العديد من الناس، لذلك لا تترك لديك الفيديو وقم بمشاركته، لأن من كتم علما أجمع الله بالجميع يوم القيامة والعياذ بالله. إذا عرفت شي معلومة بارطاجيها مع خوتك بكل روح رياضية وبدون احتكار باش نزيدوا لقدام. إلا بقينا كنقول لك إلا عطيته غادي يعرف، راه الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو اللي كيعطيك الأحسن والأروع إلا كنت كتبغي الناس الخير. كنبارطاجيو هذه المعلومة، حظ أوفر للجميع، بالتوفيق لأي واحد خدام في هذه الويبادة وكذلك في الحياة اليومية ديالو في الدراسة في أي مجال. نشوفكم إن شاء الله في موعد آخر، نضرب لكم موعد في حلقة مقبلة. وصلنا إلى النهاية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الكرام.